Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. J'allais être nous qu'un mille prix. Nous tout je fais de la vidéo. فيديو جديدة غادي نبارطاجيها معاكم ان شاء الله. انا خرجت ضربت دورة قديت صوالح ايتو دروك راني داخله للدار غادي نبارطاجي معاكم لا سواري دونك قعدوا معايا وجيسبر هاد لا فيديو غادي تعجبكم. فوالا لي في راني دخلت للدار غادي نبارطاجي معكم العشاء ان شاء الله. غادي ندير دي كريب سالي افولونتي باسكو لي ساندي نبغي دائما ندير دي ريسيت اون فيت عشاء اللي ناكلوه في خاطرنا اون بروفيت اون فامي تو كيما لي راكليت كيما هكا لي كريب افولونتي تو هكا كي نتعشو ناخذ الوقت تاعنا في العشاء اي اون ميم طون بروفيت اون فامي دونك كود معايا جيسبر لا ريسيت تعجبكم. وانايا اليوم ما درتش حاجه كبيره سي جوست خرجت ضربت دوره كنت شويه متضايقه باسكو ديرنيغ ما عطيتها غير الخدمه والدار كنت فاتيغي مي اليوم كنت نخرج شويه سا ما في فريمون دو بيان تمشيت اون فيت دنا دي ماغازان تقهوينا برا اي تو دونك فريمون سي تي بيان سي جوست كان كاين البرد بزاف هاد العام جو بونس كو هاد العام غادي يجينا الحال بارد كو دابيتود جو سي با الناس اللي ساكنين هنا في فرنسا راهم داكور معايا ولا لا مي انا جو كو هاد العام راه بارد بزاف دونك قعد معايا وغادي دروك نبداو لا ريسيت تاعنا. لا بروميير دي شوز غادي دروك نوجدو لا بات تاع لي كريب هاكا نديروها اكوتي باش تريح وهاد لا بات تجي بنينه بزاف تاع لي كريب. هنايا عندي ربع حبات تاع البيض عندي زوج كيسان تاع الحليب بنفس الكاس وزنت 3 كيسان تاع فرينه عندي توم اون بودر ملح زعتر وفلفل الكحل وربع مغارف تاع الزيت. وكيما قلت لكم هاد لا روسيت تاع هاد لي كريب يجو شابين يجو خفاف وما يجوش معجنين. هنايا في البيطران غادي ندير ربع حبه تاع البيض غادي جوست نخلطهم هكا كيما الاومليت تقدروا اون فيت تخلطوا جوست افيك ان فوي ما تحقوش فريمون ان بيطران تقدروا تخدموا جوست بيديكم. دونك غادي نخلط ربع حبه تاع البيض ابخي غادي نزيد عليهم زوج كيسان تاع حليب بارد نورمال ونخلو هذاك البيض مع الحليب يتخلطوا لنا. من بعد غادي نزيد ربع مغارف تاع الزيت الزيت عادي ماشي زيت زيتون ماشيش البناشابه في الكريب نديرو الزيت عادي تقدروا تستبدلوا ربع مغارف تاع الزيت بربع مغارف تاع دهان دايب. وهنايا غادي نديرو راس المغرف صغيره تاع فلفل الكحل جست راس تاع المغرف صغيره ونزيدو مغرف اون فيت زوج مغارف يكونوا معمرين تاع زعتره. الا عندكم المغرف تاع قهوه تكون شويه كبيره دو بريفيرونس ديرو غير وحده مي كيما انايا عندي مغرف صغيره بزاف تاع القهوه دونك درت زوج معمرين. هنايا درت زوج مغارف صغار تاع الملح
هكذا، وغادي ندير مغرف تاع الثوم بودرة، وغادي نخلطو كاع لو ميلونج. ومن بعد غادي نبقاو نزيدو عليه لا فارين، خاص تكونوا ديجا غربلتوها على فونس. نبقى نزيد غير بشويه ونخلط او ميم طون بشويه ونخلط حتى لي نكملها. هنايا بنفس الكاس اللي وزنت به الحليب وزنت به لا فارين، درت هنايا 3 كيسان تاع فارينة. وهنا يا ابخي ما خلطت لاباط تاعي غايه، خليتها واحد 10 مينوت هي تتخلط بيان باش هكا كاع لي غروم وكاع يتخلطوا بيان. دروك غادي نخليها على جهه، نغطيها جوست بالفيلم اليمونتير هكا تريح او مو 30 مينوت افون ما نطيبها. وهكا كما كنت تشوفوا لو ميلانج تاعنا يكون ما يكون خفيف ما يكون ثقيل. ودروك غادي نبدو بالمكونات اللي خاصنا نطيبوهم. هنايا عندي فلفله ملونه قطعتها دي بتي مورسو، زوج حبات بصل قطعتها شرائح، هنايا زوج صدوره تاع لي اسكالوب دو بولي قطعتهم هكا دي بتي مورسو، وعندي ان بول صغير فيه انفيرون 300 غرام تاع كفته، زعتره، ملح، فلفل كحل، وثوم بودره والزيت. غادي نستعملوا نفس التوابل اللي استعملتهم في لي كريب. هنايا عندي لي شامبينيون مقطعين، تقدروا ديروا دي شامبينيون تاع القوطي تاع لي بواط دو كونسيرف سي با غراف. وهنايا في مقله سخنت الزيت، غادي نزيد عليه زوج حبات تاع البصل اللي قطعتهم شرائح، غادي نزيد عليهم ثاني مورف صغيره تاع الملح، مورف صغيره تاع الثوم بودره، وراس تاع المغرف تاع الصغيره تاع فلفل الكحل، ومغرف صغيره تكون عامره تاع الزعتره. الزعتره هي اللي غادي تعطيها بنه شابه للبصله، دونك ديروها على نار هاديه باش تقلل لكم غايه وتولي لكم كاراميليزي. ودروك غادي نوجد لي زاسيات تاع صوالح اللي جو باردين، دونك ما نحتاجش نطيبهم. كيما هنايا درت دي طوماط سوريز، تقدروا ديروا دي ترونج دو طوماط. وهنا درت زوج تاع الانواع تاع لادند، درت لادند فيمي ولادند ناتور، انا نبغي بزاف لي كريب بلادند. وهنايا غادي نزيد تاني لو سومو فيمي، واستعملت تاني لو طون بالزيت، تقدروا ديروا لو طون بالناتور تاع الماء. هنايا استعملت انواع تاع لي فرماج، كيما هنايا درت دي فرماج اون بورسيون، درت هنايا فرماج كيري، وغادي نستعمل تاني فرماج تاع الثوم تاع طختار تاع بورسان، يجي بنين بزاف في لي كريب سالي.
وهنايا غادي نزيد لو فرماج تاع الشيفغ اللي هو عندي المفضل كاع في لي فرماج. دونك درتها كقطع تاع لو فرماج تاع لو شيفغ. وزدت تاني لو فرماج غابي تاني يجي غايه في لي كريب. انا يا جوست راني بارطاجي معاكم صوالح اللي درتهم ونمد لكم كافكار. ابخي لو غيست نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا في لي كريب سالي تاعكم. هنايا زدت حبه تاع الزيتون وزدت تاني فرماج شيدر لي يجي غايه. دونك جوست الفرماج اللي نديروا في لي زامبورغر قطعته هكا اون 4. وهنايا كيما راكم تشوفوا البصله ها هي طابت لي، خليتها طابت على خاطرها على نار قليله حتى ولات كاراميليزي وطابت لي بيان من الداخل. وهنايا سخنت الزيت وغادي نقيس عليها الفلفله اللي قطعتها دي مورسو صغار. تقدروا تستعملوا فلفله حمراء وحدها ولا خضراء ولا غير كيف كيف. غادي نزيد عليها مغرف صغيره تاع الملح وراس مغرف صغيره تاع فلفل الكحل. في الفلفله ما نستعملون لا ثوم لا زعتر. وتاني خصنا نخلوها تطيب على خاطرها على نار قليله باش تطيب لنا بيان من الداخل ما تبقاناش كروكونت باش هكا تجي بنينه في لي كريب. وفي نفس المقله تاني سخنت الزيت وغادي نقلي لي شامبينيون. نستعمل دي شامبينيون فري، تقدروا تستعملوا لي شامبينيون كيما قلت لكم تاع لاباط دو كونسيرف سي با غاف. درت مغرف صغيره ملح راس مغرف صغيره تاع فلفل الكحل. غادي نقليهم حتى هادو لي شامبينيون يذوبوا لنا ويقلوا لنا غايه. دونك فوالا ها هما قليتهم. غادي تاني نحطهم في لاسيت وهنايا تاني سخنت الزيت. غادي نقيس عليهم هذوك زوج صدور تاع لي سكالوب دو بولي قطعتهم دي بيتي مورسو. ندير لهم جوست الملح وفلفل الكحل وغادي نقليهم بيان حتى ينقلوا غايه على نار قليله تاني. ونفس الشيء للكفته غادي تاني نقليها مفته ما نقلوهاش حبات. نزيدوا لها ملح وفلفل الكحل وفي نفس الوقت اللي كنت نقلي في المكونات هادو كنت نطيب في لي كريب تاعي هكا باش نربح الوقت. وصدقوني هاد لا غوسيت تاع لي كريب يا البنات تجي بنينه بزاف وجو بنان بزاف على لي كريب اللي نشروهم برا. الى عندكم لي في لا كريبيير اللي تقدروا ديروها على طابل باش تستعملوها طيبوهم جوست خفاف ما طيبوهمش غايه. والا كان ما عندكمش اون كريبيير دونك طيبوهم غايه قبل ما تحطوه. هنايا ها هما لي كريب تاعي وجدوا لي. درت لي اونفيرون 9 حبات. هذيك لا غوسيت اللي وريتهم لكم دير 9 حبات. هنايا قليت ثاني 3 حبات تاع الاومليت درت عليهم جوست شويه تاع الملح. اي بي فوالا هما صوالحي كاع راهم واجدين. دروك غادي جوست نحطهم على طابل. Thank you.
ودروك غادي نشارك معكم لا كريب تاعي اللي نبغيها اش ندير فيها الداخل. درت هنايا لا كريب فوق لا كريبيير هكا لو فرماج دوبلي، زدت عليها لو فرماج غابي وزدت عليها لي زونيون هكذا كاراميليزي. ما نبغيش لي زونيون يكونوا خضرين مي جوج شابين كيما هكا تقلوهم. وهنايا درت لا دينت ناتور، نبغيها ناتور بوكو ميو كو لا دينت فومي. وزدت الفلفلة تاني تعطي ان بون كو مع لا دينت. وهنايا اخر شيء هي غادي نزيد لو فرماج دو شيفر اللي عزيز عليا. دي فوا تاني نزيد معاها دي بوم دو تير سوتي، تاني تقدروا تزيدوهم في لا كريب يجوا بنين بزاف، سورتو لي بوم دو تير سوتي مع لا دينت البنه تجي واعره بزاف. وهنايا لا كريب تاعي راها واجده. و سي بيان كي ديروا لا كريب بيغ ا تابل باسكو لو فرماج يدوبلكم و لا كريب تسخون، ميم هذوك لي زانغريدون الدخلانين اللي يسخنوا لكم ابري ملي ما كانتش موجوده سي با غراف. وهنايا لا فيديو توشا سافان، جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم والفكره تاع الحشا تكون عجبتكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تخلوا لي ان لايك وان كومونتير. شباب كيفكم، نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو دون اون بروشين فيديو. جو زومبراس تري تري فور، غرو بيزو.